في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية على المحيط الهادئ، لقاء تاريخي سيجمع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، لقاء هو الثاني بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة والأول بعد الأزمات التي استفحلت في الآونة الأخيرة بين البلدين. ورغم تدني التوقعات الأمريكية تزدحم طاولة قمة الرئيسين بكثير من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. إلى برنامج الرابط، أهلا بكم. بالتحديات السياسية والاقتصادية، بايدن وشي جين بينغ يلتقيان في قمة أمريكية صينية على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وعلى ذلك نتساءل، ما التنازلات التي يمكن أن يقبل بها الجانبان الأمريكي والصيني في سبيل التوافق على وقف التصعيد؟ وما فرص توصل بكين وواشنطن إلى أرضية مشتركة للخلافات الاقتصادية؟ إذن بايدن وشي جين بينغ يلتقيان في قمة أمريكية صينية على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لقاء ثنائي يتوقع بأن يشكل لحظة حاسمة. فما هي فرص توصل بكين وواشنطن إلى أرضية مشتركة بشأن الخلافات السياسية والاقتصادية؟ في سان فرانسيسكو يلتقي الزعيمان الأمريكي والصيني على هامش قمة أبيك في أول رحلة لشي للولايات المتحدة منذ 6 سنوات، لقاء ثنائي لم يحدث منذ عام تقريبا، خطوة جديدة نحو تخفيف التوتر بين البلدين بلهجة أكثر دفئا. فوسط صراع لا ينتهي في أوكرانيا وحرب مستمرة في الشرق الأوسط، يجتمع الرئيسان لبحث أبرز الملفات الخلافية بينهما. فبعد عام صعب في العلاقات الأمريكية الصينية، يسعى زعيم أكبر اقتصادين في العالم إلى إيجاد قدر من الاستقرار. بايدن من جانبه يأمل في التغيير نحو الأفضل والعودة إلى مسار طبيعي من التواصل في حال وقوع أزمة أكثر من مجرد اجتماع، هكذا يصفه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، فيما ينظر العالم بأسره للقاء على أنه مهم للغاية حتى بوصف الكرملين نفسه. أما بكين فترغب في تطمينات أمريكية بثلاث لاءات حول تغيير النظام في الصين والسعي لحرب باردة جديدة ودعم استقلال تايوان. ويبدو أن الصين راغبة في علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، رغبة تجلت في التزامها بشراء طائرة بوينغ 737 خلال قمة منتدى أبيك، وسعيها لانتهاج دبلوماسية فول الصويا كبادرة حسن نوايا قبل أسبوع واحد من انطلاق المحادثات، بتعزيزها لوارداتها من تلك السلعة الأمريكية بشراء أكثر من 3 ملايين طن. وعلى طاولة الاجتماع تبرز القضايا الخلافية، على رأسها تايوان وانتخاباتها. وربما يتم التطرق لترسانة الصين النووية والتضييق على صناعة أشباه الموصلات في الصين، ومخاوف بكين المتعلقة بتعزيز النفوذ الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحول القمة الثنائية تتعدد التكهنات، فيرى فريق من المراقبين أن أكثر التحديات التي تواجهها ليس فقط اصطفاف البلدين في فريقين متناقضين في المصالح والأيديولوجيا، بل هناك شكوك يصعب على قمة واحدة أن تزيلها بحسبه، شكوك تتمحور حول الحرب التجارية وغياب الثقة والتوترات العسكرية والجيوسياسية. لكن بحسب خبراء آخرين، يمكن للبلدين فتح صفحة جديدة إذا تغير النهج المتبع لخطوات من شأنها التأكيد على عدم فك الارتباط وإنجاز اتفاق تجاري جديد وإيجاد قنوات اتصال مفتوحة بدون عراقيل. وبين هذا وذاك، تقول نيويورك تايمز إنه بالمقارنة مع القمم السابقة بين الولايات المتحدة والصين، فإن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق جوهري ضئيلة في أحسن الأحوال. قبل أن نبدأ في النقاش مشاهدينا الكرام، أذكركم بسؤال حلقة الرابط لهذه الليلة، وهي ما التنازلات التي يمكن أن يقبل بها الجانبان الأمريكي والصيني في سبيل التوافق على وقف التصعيد؟
وما فرص توصل بكين وواشنطن إلى أرضية مشتركة للخلافات الاقتصادية؟ من واشنطن أرحب بالسيد توني ناش الخبير الاقتصادي السياسي، ومن بكين بالدكتور كيندو شو أستاذ مساعد في جامعة بنغول الصينية، ومن روما بالدكتور أحمد قنديل الباحث في الشؤون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم جميعا. سيد توني، دعني أبدأ معك. ما الذي من الممكن أن نفهمه بداية من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال بأن واشنطن لا تسعى للانفصال عن الصين؟ هل هذا يشير بشكل أو بآخر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاون أوثق؟ من المستحيل فك الارتباط عن الصين الآن فيما يتعلق بالتجارة، وحقيقة أن الولايات المتحدة والصين قوتين اقتصاديتين كبار، ولا يمكن حدوث فك الارتباط بشكل منطقي. من المثير للاهتمام حقيقة أن الصين تسعى ألا تغير الولايات المتحدة أو تحاول الولايات المتحدة من تغيير النظام في الصين. هناك تخوف مثير للاهتمام، لا أعتقد أن هناك أحد جاد في الولايات المتحدة يناصر ذلك، يناصر تغيير النظام الصيني. في تايوان لطالما كان هناك اتفاق أن دولة واحدة ونظامين هو الوضع القائم. تايوان لديها حكومتها، الصين لديها حكومتها، نتصرف كما لو أنها صين واحدة بنظامين. هذا هكذا كان الحال دائما. لذا بتشي وهو يدفع هذا التحكم الوطني في تايوان، هذه دفعة مثيرة للاهتمام خلال العقد الماضي في الوقت الذي أعتقد أن الناس فيه راضين عن الوضع القائم، الوضع الحالي، دولتين نظام بنظام، دولة واحدة بنظامين. بالنسبة إلى فك الارتباط التكنولوجي، هذا أيضا غير ممكن. الولايات المتحدة وتأكيدها على إبقاء الرقائق خارج الصين، دائما سيكون هناك صعوبات في التجارة، لن يكون هناك وسيلة لإبقاء التقنية والتجارة التقنية خارج الصين. هذه جهود غير مثمرة وهو توقع غير واقعي من الولايات المتحدة. دكتور كندو، في حال أن الجميع يتحدث عن عدم القدرة على فك الارتباط تماما، إذن ما شكل العلاقات المستقبلية ما بين واشنطن وبكين؟ هل ستبقى في عملية أشبه بالمخاض، تتقدم قليلا ثم تتراجع ثم تعود إلى التقدم ثم تتراجع؟ هل هذا ما سنجد عليه الولايات المتحدة والصين طوال الدهر؟ حقيقة نحن مررنا بفترة عصيبة جدا في العلاقة بين أكبر اقتصاديين في العالم، وهذه المرحلة قد تستمر لعدة سنوات قبل أن تعود أو يتغير مسارها. أيضا إجابة على ضيفكم الكريم من الولايات المتحدة تحدث عن مسألة تايوان، هناك سوء فهم، وعلى الأرجح أيضا ربما يجب رسم بعض الخطوط. على سبيل المثال، عندما يتم إلقاء باللوم على الصين بسبب سوء العلاقة مع تايوان، الحقيقة هي أنه منذ أن جاء الحزب الحاكم في تايوان، الحزب الحاكم التايواني كان يسعى للاستقلال، والحكومة منذ ذلك الوقت رفضت قبول اتفاق 1992، وأي شيء معارض أو أي شيء مؤيد لانفصال تايوان ولسياسة الصين الواحدة. قبل أن يتولى الحزب الحاكم التايواني الحكم، كان هناك سلام واستقرار وحتى تبادل تجاري بين الطرفين، ولكن هذا هو هناك تحد للوضع القائم، والكل يعرف بأن كسر القواعد على الرغم من المعارضة والانتقادات من الولايات المتحدة وخارجها هو ما جعل القضية أكثر جدلية، وهو بمثابة استفزاز للصين،
وبايدن طبعا نفسه سيرى أن هذا كسر للوضع القائم، ولهذا سيكون هناك رد فعل عسكري من الصين ومن الحكومة الصينية. إذن الادعاء بأنه بسبب سياسات تشي أن العلاقة تسوء هذا غير صحيح ببساطة، لأننا إذا نظرنا إلى سياسة الصين تجاه تايوان هي لم تتغير. السعي للسلام والتوحيد هو الأولوية القصوى لبكين. هذه إشكالية واحدة، وعندما نتحدث عن إشكالية فك الارتباط يمكنني القول أن هناك محاولات حثيثة لواشنطن على الأقل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. يمكننا أن نرى أن الولايات المتحدة تفرض قيودا على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، كما تفرض أيضا تعرفة جمركية كعقوبة أو حتى عقوبات اقتصادية كإجراءات قسرية وتعسفية ضد قطاع التكنولوجيا المتقدمة. طيب ونرى دكتور، يعني ربما يكون القطاع التكنولوجيا إذا سمحت لي هو جزء من الحرب الاقتصادية الكبيرة، سنتطرق له بالتأكيد، ولكن أريد أن أسأل دكتور أحمد. دكتور أحمد، اليوم هل من الممكن أن تؤتي بثمار هذه القمم وهذه اللقاءات في تأطير أو تحديد الحرب الاقتصادية الكبيرة التي تحصل بين الجانبين، حتى وإن كانت الولايات المتحدة تقول بأن مسألة فك الارتباط هي مسألة غير مطروحة وغير موجودة، إلا أن الولايات المتحدة تقوم وتشن حرب كبيرة اقتصادية على الصين، والصين أيضا كذلك؟ مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام وعلى السادة المشاهدين. بدون شك السؤال حضرتك تطرحه في غاية الأهمية، وربما يكون هذا هو صلب عدم التوافق وعدم الثقة بين الجانبين الصيني والأمريكي. الولايات المتحدة على المستوى الكلامي واللفظي تقوم بقى يعني بتطرح مسألة يعني الرغبة في التقارب مع الصين وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية معها، ولكن على أرض الواقع الصينيون يجدون أجراءات استفزازية كثيرة من جانب واشنطن، خاصة من جانب إدارة الرئيس بايدن. منذ قدوم الرئيس بايدن إلى السلطة وحتى الآن شهدنا تدهورا متتاليا ومستمرا في هذه العلاقات، ووجدنا توقفا في الاتصالات العسكرية ما بين الجانبين. أيضا كان هناك توتر دبلوماسي في كثير من الأزمات، ربما كان هناك انفراقة نسبية منذ منتصف هذا العام، وبالتدريج مع اللقاءات وزراء الخارجية وزياراتهم للجانب الآخر وأيضا زيارات وزراء المالية والتجارة، ربما حدث تحسن نسبي في هذا التدهور، ولكن كل المراقبين يجمعون على أن هذه العلاقات، وهي أهم علاقات بين دولتين في العالم، لأن الدولتين هما ثاني وأول اقتصادين في العالم، وهما دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي عدم الثقة وعدم التوافق حول معالجة الأزمات الدولية يضع العالم كله على حافة هاوية يمكن أن تنزلق إليها العالم في أي وقت. ربما كان الأوضاع التجارية والعقوبات التجارية والمالية التي تفرضها واشنطن على بكين، خاصة في مجال أشباه المواصلات وفرض عقوبات على شركة هواوي لعدم نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في الاتصالات، هما أبرز ملامح هذا. الولايات المتحدة تقول أننا لا نرغب في فك الارتباط أو الانفصال عن الاقتصاد الصيني، ولكنها تدفع حلفائها في أوروبا وفي آسيا باستمرار نحو مقاطعة الشركات الصينية، نحو مزيد من التضييق على أعمال هذه الشركات في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وربما هذا ما دفع الرئيس الصيني إلى تلافي أو تحاشي لقاء آخر مع الرئيس بايدن منذ آخر قمة لهما في بايدن العام الماضي. منذ هذه القمة وحتى الآن لا يبدو أن الولايات المتحدة نفذت أي من الإجراءات التي توافق عليها الرئيسين في بالي، وهو الذي طاقم من أزمة الثقة، والذي يدفع كثير من المراقبين أيضا إلى عدم توقع أي نتائج إيجابية من هذه القمة على الأرض. سيد توني، كيف نوفق بين التصريحات الأمريكية حول سياسات الحزب الشيوعي وأنها السبب في توتر العلاقة،
وما بين التصريحات الأمريكية المتواترة بأن الولايات المتحدة تعتبر الصين كمنافس، إذن حتى وإن لم يكن الحزب الشيوعي في سدة الحكم، الولايات المتحدة تعتبر الصين كمنافس، منافس تذهب معه إلى مثل هذه الحروب الاقتصادية. منذ وصل الحزب الشيوعي الحاكم إلى الحكم بدأ بتجنب القوانين التجارية ومحاولة الاستحواذ على حصص سوقية، وشاركت أيضا في تخطي وتجاوز القيود المفروضة على بعض التعرفة الجمركية الخاصة بالصادرات. عندما ننظر إلى هذه الإجراءات الاستفزازية التي مورست لأكثر من 20 عاما، الإدارة الأمريكية حتى ترامب قبلتها، وربما أتاحت للصين أن تتطور كدولة، ولكن الصين أصبحت أكثر ثراء وارتفعت معدلات المعيشة ومستوى المعيشة، وطبعا الشكر والثناء يعود إلى الحكومة الصينية القيام بذلك، ولكن الولايات المتحدة وضحت أن هذه الإجراءات التنظيمية الآن ربما كان من الممكن تجاوزها لفترة من الزمن، ولكن الآن يجب أن يتوقف ذلك، وهذا ما فعله ترامب وبايدن في إجبار الصين بالالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. وما فعلته الشركات الأمريكية، لأن الصين أظهرت نفسها كأنها غير قادرة على التصنيع خلال الجائحة، أنها نقلت عددا من مرافق التصنيع إلى الصين، إلى المكسيك عفوا. والمشكلة للصين الآن أن الكثير من الشركات الأمريكية بما فيها شركات الإلكترونيات وغيرها اتخذت هذه القرارات. هذه عمليات تتخذ سنوات طويلة لإعادة تحويل سلاسل التوريد، وبالتالي هذه القرارات الاستثمارية قد تم اتخاذها بالفعل، ولهذا نشهد أن هناك عدد كبير جدا من المصنعين ينتقلون من الصين إلى المكسيك للسوق الأمريكي وليس الأسواق الأخرى. نعم. مثلا فيتنام، تايلاند، ماليزيا وغيرها. الصين من خلال الجائحة من ناحية القدرة هي من أثبتت أو أتاحت للمصنعين أن تنتقلوا إلى مصانع أخرى، وسبب عدم امتثال الحزب الشيوعي بالقواعد. نعم. القواعد التجارية. واضح هذه النقطة سيد توني. اسمح لي أن أنقل هذا الحديث للدكتور كيندو. دكتور كيندو، أيضا الصين متهمة من نظرة الولايات المتحدة بمثل هذه، لا نقول الاتهامات، ولكن إلقاء المسؤولية على الصين أكثر من الولايات المتحدة. إذا تحدثنا عن المنافسة فيما يتعلق بالسوق والشركات الصينية وتنافسها مع الشركات الأمريكية، أو المنافسة بين الشركات الأمريكية والشركات الصينية، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي جدا في التجارة، في الاقتصاد، في المنظومة العالمية التجارية، لا شيء مفاجئ. ولكن إذا نظرنا إلى المنافسة الاستراتيجية الأمريكية مع الصين، سنجد أن وزيرة التجارة أوضحت فهدفها هو إبطاء التقدم الصيني في مجال التكنولوجيا المقدمة، إبطاء وعرقلة الابتكار الصيني، وهذه مشكلة. الولايات المتحدة لديها تخوف من أن الصين تحقق تقدما هائلا يمكن أن تتخطى الولايات المتحدة وتصبح أكبر اقتصاد في العالم أو أقوى دولة في العالم، وبالتالي لإثبات هيمنتها الدولية لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات تعسفية صارمة، على سبيل المثال فرض الضرائب على البضائع، على صادرات البضائع الصينية للولايات المتحدة، على سبيل المثال هذا ضد قواعد منظمة التجارة الدولية. الصين لطالما اتبعت القواعد إذا ما فرضت عليها. إذن أي دولة لا تتبع قواعد منظمة التجارة الدولية؟ انظروا إلى
التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب على الطرف الصيني والمكسيكي والدول الأوروبية. الولايات المتحدة ما كانت تفعله هو لا يمكننا أن نقول أنه شيء صحيح وهذا ليس حقيقيا. هذه المشكلات ما نتحدث عنه هو منافسة استراتيجية وليست اقتصادية، مواجهة مع تعاون قليل جدا وضئيل مع الصين. نعم، العلاقات الأمريكية الصينية تؤثر على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين، وإذا لم يتعاونا اقتصاديا سنشهد تراجعا للعولمة. واضح جدا، وهذا ما بالتأكيد سنبحثه في بقية محاور النقاش دكتور كندو في هذا الحوار. يبقى معي وضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيد. إلى الرابط، أهلا بكم مرة أخرى. بعد سنوات من حرب تجارية غير مسبوقة وعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية، ترقبت الأسواق والسياسيون مواقف الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والذي تم توقع الكثير منه من سياسات أكثر اتزانا تجاه الصين. فكيف بدأت العلاقات الصينية الأمريكية أو بدت العلاقات الصينية الأمريكية في عهد بايدن؟ نتابع. اتفق مع سلفه على أن الصين هي التهديد الأكبر والمنافس الأبرز لواشنطن بعدما بلغت العلاقات أدنى مستوياتها خلال سنوات حكم ترامب، لكنه اعتمد أسلوباً مختلفاً، اعتمد الشد تارة والتعاون تارة أخرى. ومع ذلك استمرت السياسات التي أسس لها ترامب في عهد بايدن، فلم يمر سوى شهرين على توليه الرئاسة حتى أدرجت هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية 5 شركات صينية في القائمة السوداء بما فيها هواوي، كما أضافت واشنطن 24 شخصاً على قائمة العقوبات. حتى أن أول محادثات رفيعة مستوى بين واشنطن وبكين في ألاسكا لم تسفر عن جديد أو عن بيان مشترك. ليس ذلك فحسب، بل بعد اللقاء بأيام حضرت واشنطن وحلفاؤها الغربيون حزمة عقوبات جديدة ضد بكين. تولت العقوبات الأمريكية والردود الصينية حتى أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي إقرار قانون خاص تحت عنوان المنافسة الاستراتيجية بهدف الحد من النفوذ الصيني المتنامي. تصاعدت الخلافات مع الحرب الأوكرانية والزيارات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية، ما أدى إلى احتكاكات مباشرة في بحر الصين الجنوبي. ثم جاءت أزمة المنطاد الصيني واتهام بكين بالتجسس على الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف التعاون والمحادثات لعدة أشهر. عادت المحادثات المتبادلة مرة أخرى، وعلى خلفيتها رفعت واشنطن حظر التصدير عن 27 شركة صينية، وشكلت الصين والولايات المتحدة مجموعات عمل مشتركة على مستوى وزراء المالية. لكن ذلك التعاون لم يمنع استمرار التوتر والعقوبات المتنوعة، أهمها حظر الرقائق الفائقة عن الصين. دكتور أحمد، ما المهم في مثل هذه القمم في ظل أنه من الصعب، يعني الكل يجمع من الصعب الوصول إلى نتائج سياسية مهمة حول على سبيل المثال ملف تايوان، صراع النفوذ في المحيط الهادئ، أيضا علاقة بكين بموسكو؟ إذن ما المهم؟ ما الذي من الممكن أن ننتظره من خلال هذه القمم؟ بتقديري أن الشيء المهم هو تنفيذ ما يتفق عليه الزعماء في مثل هذه القمم. ما حدث في قمة بالي الأخيرة من نوايا حسنة عبر عنها الزعيمين فيما يتعلق برغبتهم في إعادة مسار العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح الإيجابي الذي يساهم في تنمية العلاقات التجارية والمالية والاستثمارية ومعالجة الأزمات الدولية، لم نجد له ترجمة على الأرض، وهو أمر بدون شك يفاقم من أزمة الثقة بين الزعيمين، يفاقم من التصورات السلبية
لكل طرف تجاه الطرف الآخر، خاصة وأننا مقبلون على عام للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ورغبة في شيطنة الصين واعتبارها العدو الذي يجب أن يتحرك السياسيين الأمريكيين في محاولة لاحتوائه وتقييده والحد من صعوده، باعتبارها المنافس الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة، وأي نمو للصين سوف يكون على حساب مكانة الولايات المتحدة العالمية سواء على الصعيد العسكري أو الصعيد الاقتصادي. الصين أصبح لديها مبادرات عالمية فيما يتعلق بالتنمية والأمن وحوار الحضارات وكل ما يتعلق بدولة عظمى جديدة في سبيلها إلى الصعود. في الوقت نفسه نجد انقساما داخليا شديدا في الولايات المتحدة، فقدان للثقة تجاه الدور الأمريكي الذي يستطيع أن يحقق الأمن والاستقرار في أجزاء كثيرة من العالم. شاهدنا الحرب في أوكرانيا مستمرة لأكثر من عام ونصف الآن، شاهدنا أحداثا متفجرة في غزة وعدوان إسرائيلي غاشم على إخواننا الفلسطينيون هناك دون لعب دور يعني يتوقع من القوى الأكبر في العالم لعبه من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار. واضح. وبالتالي اتفضل دكتور. وبالتالي أعتقد أن المهم هو أيضا مسألة المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. الصين الآن هي الشريك التجاري الأول لأكثر من 120 دولة في العالم، أي فوضى أو عدم استقرار في مناطق مهمة استراتيجيا واقتصاديا زي منطقة الشرق الأوسط سوف يعني يزعزع المصالح الصينية وسوف يهدد هذه المصالح. وبالتالي وهذه دكتور نقطة تساؤل مهمة دكتور أحمد، تسوية هذه النزاعات سوف تتأثر الصين بشكل بالغ السلبية، وربما يكون تجربتها في ليبيا خير دليل على ذلك. لذلك أريد أن أنقل السؤال للسيد توني. سيد توني من واشنطن، في ظل الحديث عن هذه المناطق المتنازع عليها ما بين الجانبين الصيني والأمريكي، ما هي الرؤية الواضحة بالنسبة للولايات المتحدة في التعامل مع هذا الملف؟ ونحن نعرف بأن هذه المناطق ليست منطقة واحدة، هناك أكثر من منطقة يختلف فيها الجانبان. إذا ساعدت الولايات المتحدة الصين على أن تفهم أن مشكلاتها هي من تسببت فيها، هذا سيكون مفيدا جدا. على سبيل المثال، إذا نظرنا من تخوف شي من الاستقرار الداخلي، ما شاهدناه في ديسمبر عام 2022 كان هذا أمرا تسببت فيه الصين وتضررت منه. إذا نظرنا إلى تركيز شي على تايوان، برنامج الدبلوماسي الذي تم إطلاقه في 2021 هو أيضا أزمة تسببت فيها الصين وليس خطأ الولايات المتحدة. الصين أصبحت أكثر عدائية وهي من تتسبب في الضرر لنفسها. وفيما يتعلق بإشكاليات التجارة، الصين وعدم قدرتها على التعامل مع سلاسل التوريد والتصنيع خلال الجائحة، وفي بعض الأحيان التأخر ل 12 إلى 18 أشهر للبضائع الأساسية، كان هذا إدارة سيئة من المصنعين الصينيين وسلاسل التوريد الصينية. إذن هذه المحاور الثلاثة كلها جروح تسببت فيها الصين لأنفسها، وإذا ساعدت الولايات المتحدة الصين على فهم ذلك وأنها قادرة على إخراجها من المأزق ومساعدتها في التعامل مع الوضع والتفاعل بشكل أفضل مع المجتمع الدولي، مع التجارة الدولية، مع الشعب الصيني نفسه. وإذا كان للرئيس شي التواضع الكافي للإنصات وللاستماع، قد يكون الوضع مثير للاهتمام. ولكن المشكلة هي أن وزير الخارجية الصيني كان في منصبه لعقد من الزمن، وهناك آخرون قديمون، وهذا الشخص الآن لا يريد وظيفته، لا يريد أن يكون مفاوضا، وبالتالي
الرئيس تشي يعتمد على أشخاص حقيقة لا يريدون أن يشغلون مناصبهم، وهذه مشكلة. هذه مشكلة تسببت فيها الصين نفسها، وإذا ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية الصين على كيفية التعامل مع هذه الأخطاء، ستتمكن الصين من تحقيق تقدم بطريقة ملحوظة. دكتور كندو، أريد أن أسمع وجهة نظرك في هذا الحديث، وأيضا أريد أن أسألك عن ما يلمح له الأمريكيون بأن هذه القمة من الممكن أن يخرج عنها عودة الاتصالات والتنسيق بين الجانبين، ونعلم بأنها تأثرت بشكل كبير بعد زيارة نانسي بيلوسي لتايوان. إن كان حصل ذلك بالفعل، هل يعتبر هذا تقدم في العلاقات، أم أنه على الأقل وجود خط لإمكانية عودة العلاقات؟ من الجانب الأمريكي، عندما نتحدث عن إعادة قنوات التواصل، الطرفين يختلفان في الفلسفة المستندة إلى ذلك. في الصين، عندما نتحدث عن مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للطرفين، ولكن منع الأزمات ومنع المخاطر بين أكبر قوتين عظميتين. عندما تتحدث الولايات المتحدة عن إعادة فتح قنوات التواصل، تتعامل من منظور إدارة الأزمات ومن منظور الحروب، وهنا يكمن الفارق في العقلية وفي التعامل مع هذه العلاقات. من الطرف الصيني، المبادئ مهمة جدا. هل تريد أن تكون صديقنا أم عدونا، أم أنك تريد عضوا عاديا في المجتمع الدولي؟ من الجانب الأمريكي يقولون يمكننا أن نفعل كل ما نريده، ولكن إذا وقعت مشكلة أريد منك أن تقبل ما أقوله وأملي عليك ما تفعله. إذن اختلاف في الفلسفة. ثانيا، عندما نتحدث عن تايوان، إذا عادت الولايات المتحدة إلى معاييرها وسياساتها السابق، سنجد أن هناك كان إجماع قبل سنوات أن الموقف التايواني كان مستقرا وسلميا لوقت طويل تحت الاتفاقية التي قبلتها واشنطن. نفهم أن واشنطن تدرك وجود سياسة الصين الواحدة، ربما تعتبرها واشنطن غامضة إلى حد ما، ولكن السلام والأمن كان مقبولا. وما حدث خلال السنوات الماضية هو أن الولايات المتحدة تخلت عن هذه الاتفاقية، أصبحت الآن أكثر استفزازا، أكثر دعما للحكومة الانفصالية في تايوان، وهذا الخط الأحمر الذي لن يقبل الطرف الصيني تجاوزه أبدا، لأن هذا جزء من الصين. الصين ستحقق إذن دكتور، إن عادت الاتصالات بعد هذا الخط الأحمر وتجاوزه من قبل الولايات المتحدة كما ذكرت، وهو مسألة تايوان، هل بالفعل بالإمكان أن نعتبر ذلك تقدم بعد هذه القمة؟ نعم، بدون شك الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى هذا الإجماع الذي كان موجودا في السابق، الحفاظ على السلم والأمن في الجزيرة التايوانية، وسيكون هذا إنجاز هائل، لأنه سيقلل من أحد أوجه احتمالية اندلاع الحرب والصدام بين البلدين. سيكون هذا مساهمة كبيرة جدا في الأمن والسلم. دعوني أيضا، اسمح لي أيضا أن أرد على شيء قاله ضيفكم الكريم من الولايات المتحدة. الصين هي من يجب أن تساعد الولايات المتحدة، هو أن دعمها غير المشروط لإسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين، هذا أمر يضر بالسياسة الأمريكية وبسمعتها، وسيزرع الكراهية، إما من خلال هذه التصرفات الأمريكية أو بسبب الحروب الدول التي سيتم الزج بها في هذا النزاع. إذن هذه الإزدواجية في المعايير، عندما يكون لديك مدنيين يقتلون في أوكرانيا يسمونها مذبحة ومأساة، ولكن عندما يتم احتجاز الملايين في غزة لا يتم إلقاء اللوم على إسرائيل. أي دولة تفعل ذلك، أي قيادة تحاول الآن أن تسيطر على العالم، هذا ما يجب على الصين أن تساعد الولايات المتحدة على فهمه. واضح هذه النقطة بالتأكيد. حلقة الرابط مستمرة مشاهدين الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، لا تذهبوا بعيدا.
أهلا بكم مرة أخرى. بين الصين والولايات المتحدة حرب تستعر محورها الرقائق وأشباه الموصلات، والعالم يترقب من سيكون الخاسر الأكبر. التحكم في تصنيع الرقائق في القرن 21 بات أشبه بالتحكم في إمدادات النفط خلال القرن الماضي، فيمكن للدولة التي تسيطر على عملية التصنيع هذه خنق القوة العسكرية والاقتصادية للدول الأخرى. قطعة صغيرة من السيليكون لكن تأثيرها هائل. الرقائق وأشباه الموصلات أضحت أساسيات في حياتنا اليومية. أول من ابتكر وصنع الرقائق كانت الشركة الأمريكية عام 1960، وبمرور الوقت نقلت صناعة الرقائق لآسيا للاستفادة من ميزة العمالة الرخيصة هناك. في مجال تصميم الرقائق وهي المرحلة الأولى من الإنتاج، تهيمن الولايات المتحدة والصين إلى حد كبير، لكن التصنيع يتم بشكل رئيسي في دول أسيوية وخاصة في تايوان التي قررت في التسعينيات جعلها صناعة استراتيجية، وباتت الجزيرة الآن تنتج وحدها أكثر من 90% من الإنتاج العالمي. على مدى 3 عقود تقريباً كانت الولايات المتحدة تهيمن على أكثر من 30% من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات، لكنها تسجل حالياً نحو 10% فقط. ولا تنتج الولايات المتحدة أياً من الرقائق الأكثر تطوراً التي تهيمن على إنتاجها شركة TSMC التايوانية. تركت الولايات المتحدة الإنتاج يفلت من قبضتها، فأسهم ذلك في حرب باردة جديدة مع الصين. سعت الولايات المتحدة إلى عرقلة وصول الصين إلى التكنولوجيا التي تصنع الشرائح، وأصدرت حزمة قيود على صادرات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين التي شملت أنواعاً محددة من الرقائق المتقدمة، استراتيجية تهدف إلى خنق قدرة بكين على تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية. دكتور أحمد، نعرف بأن اهتمامات الرئيس الصيني شي جين بينغ يتصدرها قضية القيود الأمريكية على الاستثمارات في بلاده وبالتحديد في مجال التكنولوجيا والرقائق كما ذكرنا عن تأثير هذه الرقائق الإلكترونية. السؤال، هل يمكن تحقيق تقدم في هذا الجانب أم أن الجانبان في كل مرة ربما يخرجون بنتائج ربما يكون مسمى قمة أكبر من مخرجاتها دوما؟ هذا سؤال مهم للغاية، وربما هذا السؤال بالتحديد هو ما دفع كثير من المراقبين إلى القول بأن الهدف الرئيسي للرئيس الصيني شي جين بينغ من قمته اليوم مع الرئيس بايدن هو هذه المسألة بالتحديد، وهو رفع وإزالة كل القيود التي تحد من المنافسة الصينية الأمريكية في مجال أشباه المواصلات وغيرها من مجالات فائقة التقدم التكنولوجي. الصينيون يدافعون عن مبدأ المنافسة وليس مبدأ الاحتواء وفك الانفصال الذي تدافع عنه إدارة الرئيس بايدن، وبالتالي أعتقد أن قمة اليوم سوف تضع العالم على بداية الإجابة على هذا السؤال، هل الولايات المتحدة ترغب في التنافس أم في الصدام مع الصين؟ ما تبعته إدارة بايدن حتى الآن هو اتباع منهج الاحتواء والفك وعزل الاقتصاد الصيني وفرض العقوبات على الشركات الصينية العاملة في المجالات فائقة التكنولوجيا مثل أشباه المواصلات والذكاء الاصطناعي وغيرها، حتى لا يعني تحصل على ميزة نسبية وتتفوق عسكريا وتجاريا في هذه المجالات. وربما أيضا الفشل الأمريكي في منع شركة هواوي من تطوير هاتفها الأخير الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس هو دليل على عدم فعالية منهج العقوبات، رغم التحذيرات التي وجهتها واشنطن إلى شركائها وحلفائها في أوروبا وآسيا بعدم التعامل مع شركة هواوي ووقف كل التعاون التكنولوجي معها أو إبرام عقود معها للدخول في هذه الأسواق، إلا أن شركة هواوي نجحت في خلال الشهور الأخيرة في التغلب على هذه العقوبات وحققت تقدما ملموسا
في هذا نعم واضح. الإطار، وبالتالي لا توجد فاعلية كبيرة للعقوبات الأمريكية، وربما يكون التعاون هو السبيل الأفضل نعم لإدارة واضح العلاقات في دكتور. هذا المجال. دكتور كندو، قضية تقييد الصين تصدير عدد من المعادن النادرة وحملة واشنطن أيضا في تضييق الوصول الصيني لعملية الرقائق الإلكترونية المتقدمة، السؤال هل ستجد طريقة للحل أو على الأقل تراخي في الموقف من وجهة نظرك؟ طبعا من الطرف الصيني الأمر يتعلق بالمناخ العام في العلاقات الثنائية بين البلدين، نستمر في كوننا شركاء كما كنا في السابق ونسعى للعمل بشكل مشترك لأمن واستقرار العالم. هذا سيكون مرحب به من الجانب الصيني، وكل الخلافات بين الدولتين سيتم حلها بطريقة ما، على سبيل المثال القيود على الصادرات المعادن من الجانب الصيني هي تلحق الضرر حقيقة بالدولتين. شخصيا لا تعجبني فكرة فرض قيود على أي من البلدين، يجب أن تكون المنظومة تشجع على الانفتاح الذي يشجع على المنافسة الشريفة ما بين الدولتين، الشركات الأمريكية والصينية، لأن المنافسة تؤدي إلى خدمات وجودة منتجات أفضل يستفيد منها بقية المستهلكين. ومن هذا المنطلق إذا استمرت الشركات الأمريكية في بيع الرقائق للشركات الأمريكية إلى الشركات الصينية، سيكون لديها أموال كافية للاستثمار في الأبحاث والتطوير، وبالتالي يمكنها أن تحقق هذا السبق عن المنافس الصيني. المنافس الصيني بدوره باستخدام هذه الرقائق يمكنه شراء بضائع أرخص ثمنا وأفضل جودة لتحقيق الفائدة للمستهلك الصيني والأمريكي، وبالتالي الموقف يعود بالنفع على الطرفين. الولايات المتحدة يجب أن تفهم ذلك، يجب المشاركة في منافسة صحية وعادلة، يجب ألا نلجأ إلى هذه السياسات التقييدية والإجراءات التي تمنع تقدم وتنمية دولة أخرى، دولة بتعداد سكاني هائل، كل دولة لديها الحق في التنمية والتقدم. سيد توني، إلى أي مدى كل هذا الحديث الذي نتحدث فيه عن الجانب الصيني والأمريكي فقط، لكن هو حديث يتعدى إلى كل الأسواق العالمية، إلى أي مدى هذه القمة بشكل أو بآخر سيخرج عنها شيء قد يكون إيجابي بالنسبة للأسواق العالمية تحديدا؟ أفضل نتيجة ممكنة هي الوضع الحالي حقيقة. هذه التكنولوجيا والعقوبات التقنية لن تنجح. العقوبات على النفط الإيراني لم تكن فعالة، أو على النفط الروسي، والعقوبات على الرقائق كذلك لن تنجح. على سبيل المثال عندما ننظر إلى الشركة الصينية المكافئة لشركة تايوانية TSMC، هي تحصل على دعم كبير جدا. شركة أشباه الموصلات التايوانية الآن تصنع تقريبا 1,000,000 شريحة، وبالتالي حتى مع الدعم الحكومي لا يمكن للحكومة الصينية أن تصنع نفس جودة الرقائق التي تصنع في تايوان أو كوريا أو في الأماكن الأخرى، وسيكون هناك طبعا تجنب أو محاولة تهرب من أي منظومة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة، هذا أمر مفروغ منه. ما سيكون فعالا هو عدد من التصريحات التي يتفق عليها الولايات المتحدة والصين في المضي قدما بعلاقتهم الثنائية، شيء مثل الملف التايواني. إذا توقفت الصين عن محاولة استمالة تايوان لوقت طويل، إذا توقفت عن تشجيع أو الدخول في المياه الإقليمية التايوانية، هذا سيرسل مؤشرا إلى الولايات المتحدة أن الصين جادة في إبقاء الموقف كما هو عليه الآن. من واشنطن سيد توني ناش الخبير في الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك. ومن بكين الدكتور كيندو شو، أستاذ مساعد في جامعة بنكولا الصينية، شكرا جزيلا لك. ومن روما
الدكتور أحمد قنديل الباحث في الشؤون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. أعود وأذكركم مشاهدين الكرام بسؤالي حلقة الرابط لهذا اليوم، وهي ما التنازلات التي يمكن أن يقبل بها الجانبان الأمريكي والصيني في سبيل التوافق على وقف التصعيد، وما هي فرص توصل بكين وواشنطن إلى أرضية مشتركة للخلافات الاقتصادية؟ بعد استفاضة في النقاش في ملف حلقة الليلة، خلص ضيوفي إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعاونا أمريكيا صينيا، كونه من المستحيل فك الارتباط بين البلدين، وذلك لتداخلهما في العديد من الملفات السياسية وأيضا الأمنية. أيضا خلص ضيوفي في حديثهم إلى أن العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين ستبقى علاقة تنافسية وشديدة رغم التعقيد الكبير الذي تشوبه والمحاولات لإدارة الصراع وتجنب عملية الاشتباك. مشاهدينا الكرام، نهاية حلقة الرابط لهذه الليلة، غدا ملف جديد وحلقة جديدة، وللمزيد دوما تابعونا عبر منصات الشرق وموقع الإلكتروني. في أمان الله.